اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج حكايات بلدنا. يمكن اسبوع يفصلنا من الان على عيد الاضحى المبارك. كل عام وجميع مشاهدينا الاعزاء بخير وفي اتم صحة وسعادة. النهاردة في الحقيقة هيكون معانا مجموعة من الفقرات المتنوعة والمتميزة في آن واحد، واللي في الحقيقة هنبدأها مع حضراتكم زي ما تابعتونا ابتداء من الحلقة السابقة بأهم عناوين الأخبار الصادرة ليوم السبت. كمان النهاردة هيكون معانا فقرة بالمستندات عن مسألة الغش الإعلامي والتلاعب بعقول المشاهدين. مش هننسى النهاردة كمان مشاهدينا يعني الكرنفال الشعبي الذي شهدته محافظة الدقهلية منذ أيام بوضع حجر الأساس لمدينة المنصورة الجديدة، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية. كمان هنختتم حلقتنا النهاردة يعني ببشرة سارة عن الصناعة. ما يبقاش زي ما تناولنا في جميع الحلقات المسائل في جميع المناطق الصناعية سودة. عندنا النهاردة تجربة رائدة ورائعة في تصنيع يعني منتج الأبلكاش الروسي على الأرض المصرية وتحديدا في محافظة دمياط. صحيح في شوية مشاكل بتواجه صاحب هذه التجربة، صحيح في شوية معوقات، صحيح هناك بعض الأزمات، لكن في الحقيقة لو سلطنا الضوء وقدرنا يعني نزيل بعض هذه التحديات هنفتح الباب أمام تكرار هذه التجربة الرائدة اللي هنتعرف عليها من خلال ضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد سعيد اللي هيشرفنا في الجزء الأخير من الحلقة. طيب خلونا نبدأ النهاردة بفقرة الأخبار، وفي الحقيقة هنحاول نختصر عشان احنا طالعين متأخر النهاردة، بجريدة الوطن وتحديدا خبر بيقول الأوقاف تطلق مشروع الإمام المجدد والسلفية تبدأ معركة ساحات العيد. بيقول الخبر في متنه بدأت الدعوة السلفية معركة ساحات العيد مبكرا، وكشفت مصادر بالدعوة السلفية عن تجهيز ساحتها بقيادة الشيخ شريف الهواري مسؤول المحافظات وتوزيع قيادات الصف الثاني على الساحات الكبرى في الأسكندرية والفيوم والبحيرة ومرسى مطروح. في الحقيقة يعني أنا شايف أن تدخل وزارة الأوقاف في منع السلفيين من السيطرة على المساجد والساحات في أثناء الاحتفال بالأعياد وفي جميع المناسبات هي خطوة جت متأخرة شوية، لأن النهاردة إذا كانت الدولة بتشن حرب شرسة على الإرهاب ما ينفعش بالتوازي نسيب أصحاب هذه الأفكار، الأفكار السامة أو الأفكار التي تسمم عقول المواطنين. يعني استكمال الخبر بيقول الوزير وزير الأوقاف في لقائه مع أئمة محافظة القليوبية بيقول نهدف إلى تخريج عالم دين موسوعي. في الحقيقة النهاردة أنا بشكر وبجدد شكري لوزارة الأوقاف، لأن احنا محتاجين النهاردة يعني خطيب وصاحب رؤية تستند إلى رؤية تنويرية إذا كنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب. هنروح لخبر تاني في جريدة المصري اليوم عن أو بعنوان الأسكندرية تستعد لمواجهة السيول. طبعا احنا مش عايزين المشهد اللي احنا بنشوفه كل سنة في شتاء أو في فصل الشتاء، بنشوف الشوارع ممتلئة على آخرها بالمياه واختلاطها بالأتربة نتيجة عدم الاستعداد لمواجهة السيول، زي ما شفنا يعني على مدار أكتر من سنة في محافظة الأسكندرية بنشوف البيوت هناك يعني بتمتلئ على اخرها بالمياه. كمان بمناسبه الشوارع، يمكن واحنا يفصلنا اسبوع على عيد الاضحى المبارك، في مشهد في الحقيقه بتمنى ان احنا ما نشوفوش السنه دي. كل سنه في بدايه عيد الاضحى وتحديدا انا اتكلم عن مدينتي مدينه المنصوره، بنشوف الشوارع بتتحول لبركه من الدماء. بتتم عمليات الذبح سواء من الجزارين في المحلات علنا أو من الأهالي أمام البيوت، وهو ما بيخلق حالة في الشارع، بنشوف الدماء بتسيل وبتختلط بالطين فبتفسد علينا في الحقيقة فرحتنا. هنروح لخبر ثالث وأخير النهاردة من جريدة اليوم السابع بيقول مدينة للعمال في بدر الصناعية.
الخبر في متنه بيقول: قال المهندس بهاء العدلي رئيس جمعية مستثمري بدر أن هناك عجزا كبيرا في عدد العمالة المتوفرة في مدينة بدر الصناعية، كاشفا عن اتجاه مستثمري بدر لإنشاء مدينة إدارية للعمال لتسكينهم في بدر من أجل توفير العمالة بصورة دائمة للمصانع في مدينة بدر الصناعية. في الحقيقة يعني مشكلة العمالة سواء ابتعادها أو عدم توفير المساكن القريبة من المناطق الصناعية أو فكرة انعدام قيمة العمل في حد ذاتها هي مشكلة كبيرة، يمكن تولناها من قبل في أكتر من زيارة في المناطق الصناعية المختلفة. تطرقنا في هذه المسألة إلى أن مسألة التوك توك أو ظاهرة التوك توك في الحقيقة زي ما تناولنا من قبل مش بس خطورتها بتكمن في السرقات والجرائم، لا ده بتدمر الصناعة المصرية. النهاردة العامل المصري زي ما البعض أو زي ما كتير قالوا لنا في لقاءاتنا معاهم يعني بيفضل الذهاب للعمل على التكاتك أفضل من فكرة الصناعة. عشان كده نتمنى من وزارة القوى العاملة، نتمنى من القائمين على الاستثمار، نتمنى من الحكومة بشكل عام أن تخلق يعني ورش كبيرة وأن تخلق مسألة الكوادر التي تواكب سوق العمل عن طريق خلق ثقافة، بس ثقافة أهمية العمل في المجتمع، مش بس كده كمان بتوفير السكن الملائم والقريب من المناطق الصناعية. مشاهدينا الكرام، هنروح النهاردة مع بعض لتاني فقراتنا عن الغش الإعلامي زي ما قلنا في بداية الحلقة، لكن بعد ما نروح لفاصل إعلاني ونرجع تاني. مشاهدينا طبعا زي ما نوهنا في بداية الحلقة ان احنا هيكون النهاردة عندنا فقرة خاصة بالمستندات عن فكرة الغش. انا عارف ان مصطلح الغش في الحقيقة ومجرد محاضراتكم بتسمعوه يعني هتتطرق الى اذهاننا على طول مسألة غش الطار، لكن احنا النهاردة امام غش جديد، غش من نوع اخر، بنشوف التلاعب فيه بعقول المواطنين من على شاشات الفضائيات، وحضراتكم بعد شويه يمكن هتعرفوا انا اقصد ايه تحديدا. خلونا نبدا فقرتنا النهارده من عند خبر يمكن تابعناه خلال الفتره الماضيه لنقابه الاعلاميين التي قررت وقف الاعلاميه ريهام سعيد 3 شهور وانذار الاعلامي محمد الغيطي وسعيد حساسين بسبب بعض التجاوزات المهنية التي شهدتها الفضائيات خلال المرحلة الأخيرة. خلينا بقى أقف شوية عند الإعلامي محمد الغيطي. يمكن من فترة تابعنا حملة من حملاته ضد فكرة تسميم أغذية المصريين، واستند فيها لبعض الفيديوهات التي تكشف استخدام الحيوانات النافقة داخل مصانع اللحوم في مصر، وطلع الراجل وقال ان هذه الفيديوهات يمكن جات له عن طريق بعض عمال المصانع، وطلع يطالب الرئيس بضرورة فرض عقوبات شديدة على جميع المتلاعبين تحديدا في مسألة الأغذية. في الحقيقة انا بحييه على هذه الحملة، وفريق عمل برنامج حكايات بلدنا كنا على استعداد ان احنا نقف معاه، وتحديدا لو كشف يعني اماكن هذه المصانع طالما اكد ان هي في مصر. مشاهدينا هنستكمل مع بعض، لكن تعالوا الاول نشوف الزميل محمد الغيطي قال ايه في حملته ونرجع لكم تاني. يا
بعتذر لحضراتكم، يعني يمكن التقرير شهد عطل فني، لكن على ما يتم عملية الإصلاح في الكنترول. كان ملخص التقرير ان الزميل محمد الغيطي عرض بعض الفيديوهات اللي اتكلم او انه تناولها من بعض المصانع، مصانع اللحوم تحديدا في مصر، وكشف فيها الى مسألة استخدام الحيوانات النافقة في صناعة اللحوم في مصر، لكنه في الحقيقة ما قالش او ما اكدش يعني اماكن هذه المصانع. طلع بشكل عام بيتكلم ويطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فرض عقوبات على جميع المتلاعبين وعلى جميع أصحاب مصانع بير السلم. المشكلة مش في كده، المشكلة في الحقيقة إن إحنا كنا ممكن نعمل له تمثال من ذهب لو صح هذا الكلام، لو صحت هذه الواقعة، لكن بعد بحث ومتابعة من فريق عمل برنامج حكايات بلدنا اكتشفنا إن الفيديوهات أصلها منسوب لعام 2011 وتتبع بعض المواقع الأمريكية ولا تمت بأي صلة على الإطلاق بمصر. تعالوا نشوف مع بعض أصل الفيديوهات التي نشرت في المواقع الأمريكية ونرجع لكم تاني. أنا آسف جداً حضراتكم على عرض هذه المشاهد للمرة الثانية، لكن في الحقيقة كنا مضطرين عشان نبين مسألة الغش الإعلامي والتلاعب بعقول المشاهدين اللي بيحصل على شاشات. في الحقيقة أنا مش عارف يعني هل إحنا مش غير مدركين بأهمية ومدى تأثير الشاشات على عقول المشاهدين حتى يعني نطلق أو نبص فيديوهات مثل هذه الفيديوهات ونقول عليها انها في مصر. ما نعرفش ان في حاجة اسمها تجدير السلم العام. طب انت حضرتك طلبت في تقريرك او فقرتك عن مصانع اللحوم اللي قلت عليها ان هي في مصر بتطبيق اقصى العقوبات على اصحاب هذه المصانع الوهمية. طب نعمل ايه احنا مع الاعلاميين؟ نتصرف مع حضرتك ازاي؟ عموما هنسيب المسألة لحضرتك، لعل وعسى تكون المسألة يعني مرتبطة بخطأ أحد معدي البرنامج. مشاهدينا الكرام، هنروح مع بعض لمسألة أو موضوع المنصورة الجديدة التي تم وضع حجر الأساس لها مطلع الأسبوع الماضي، لكن خلونا الأول نروح لتقرير عن وضع حجر الأساس ونرجع لكم تاني. المنصورة الجديدة من الحلم إلى الحقيقة، ذاك الحلم الذي راود أهالي محافظة الدقهلية على مدار عقود كثيرة أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقق بعد وضع حجر الأساس لها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والدكتور أحمد الشعراوي محافظة الدقهلية وأعضاء مجلس النواب. المدينة الجديدة التي أطلق عليها نافذة الدلتا السياحية صدر لها قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مساحة 5000 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. وتقع المدينة الجديدة على ساحل البحر المتوسط وملتقى ثلاث محافظات من دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، وتحتل واجهة المدينة نحو 14 كيلومتر على البحر المتوسط. المنصورة الجديدة اللي كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ان احنا نبدأ فورا بتنفيذها، الحمد لله يعني
قرار تلعب مع بالتعاون مع سيادة المحافظ، واحنا بدأنا فورا النهاردة بدء أعمال التنفيذ بالفعل. شركات المقاولات والمرافق والإسكان استلمت المواقع وبدأت إنها تنفذ إن شاء الله المرحلة الأولى من التنفيذ. مدينة متكاملة فيها كل شيء، فيها كل الخدمات، هيبقى فيها جامعة، هيبقى فيها مستشفى، هيبقى فيها نوادي، هيبقى فيها مراكز تجارية، هيبقى فيها منطقة تكنولوجية، يعني مدينة هتبقى مدينة تعيش الناس كلها تعيش على مدار العام وليست منتجع سياحي. ودي النقطة المهمة، دي مدينة قائمة زيها زي دمياط، زي اسكندرية، زي كل المدن. من المقرر أن يكون إجمالي عدد الوحدات السكنية بها لا تنام 50,000، وأن سكنية شاملة إسكان سياحية واجتماعية ومتوسطة، شاملة كل الخدمات، بالإضافة إلى جامعة إقليمية ومدينة طبية ومناطق الصناعات التكنولوجية، بإجمالي عدد السكان 680,000 نسمة. شوف والله حضرتك على حاجة، طبعا انت لما بتفتح مدينة المنصورة كده انت بتفتح ظهير سكني اخر للمنصورة نفسها، في ذات الوقت انت بتسهل وسائل التنقل ما بين المنصورة والمنصورة الجديدة، برفع كفاءة الطريق الموجود الحالي، اثنين بطرح انشاء مشروع القطار المكهرب، فبالتالي بقت فعلا ظهير للمنصورة والربط بينهم بقى سهل جدا. دي تساعد الرئيس مشروع مدينة ساحلية متكاملة، شوف كل لفظ من دول، مدينة وساحلية ومتكاملة، بمعنى هي لو انت قعدت فيها ما اتحركتش منها كل الخدمات موجودة عندك ومتاحة لك، مصيف موجود، تنزه موجود، مدارس موجودة، جامعات موجودة. أحمد سمير، حكايات بلدنا. هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة الدقهلية أو نافذة الدلتا السياحية كما وصفها البعض عن مدينة المنصورة الجديدة. لكن أنا في الحقيقة أنا بقول، يعني أنا رأيي الشخصي إنها هدية الرئيس لجميع المحافظات، لأن في الحقيقة في بعض المخاوف لدى أبناء محافظة الدقهلية ان هي غير مناسبة او ان اسعارها لا تناسب او لا تناسب عفوا ابناء المحافظة، لان زي ما شفنا في بعض وسائل الاعلام شفنا بعض الزملاء طلعوا يقولوا خمسة وخميسة على اهالي مدينة المنصورة واهالي مدينة نبروه اللي وصفوهم في الحقيقة بانهم يعني اثرياء والمسألة هتتناسب معهم. لكن انا بقول باعتباري من مدينة المنصورة في مناطق كتير محرومة او حجم المستوى المادي اللي بيعيشوا فيه ما يتناسبش باي شكل من الاشكال او لا يتطابق ولا يتوافق مع المستوى التي تطرح به المدينة. المدينة في الحقيقة زي ما قلنا في لقائنا هتشمل 5,000 فدان، ومستهدف ليها ان يكون فيها 158,000 وحدة سكنية بها كورنيش حوالي 14 كيلو يمتد على ساحل البحر المتوسط. مشاهدينا يعني يمكن هناك في مدينة المنصورة الجديدة التي تقع على بعد أمتار من مصيف جمصة كان لنا بعض اللقاءات مع أهم المستثمرين العقاريين اللي كلمونا في الحقيقة عن المدينة وعن مطالبهم بتطوير مصيف جمصة. تعالوا نشوف أول لقاءاتنا هناك مع المهندس وفيق البيلي رئيس مجلس إدارة شركة البيلي للاستثمار العقاري اللي هنشوفه مع بعض لكن بعد الفصل الإعلاني الأربع. موسيقى
احنا النهارده جمصة بتشهد عرس كبير خاصة بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة اللي هتخدم خاصة مدينة محافظة الدقهلية، وهتخدم شريحة كبيرة من المواطنين خاصة من متوسطي ومحدود الدخل. أولا الرؤية الاستراتيجية لمدينة المنصورة الجديدة إن هي بتقع في موقع متميز جدا على الساحل البحر المتوسط. يعني إحنا عندنا جمصة كمصيف سياحي، عندنا مدينة تخص اسمها 15 مايو، ثم مدينة الشيخ زايد، ثم عندنا جامعات جامعة الدلتا، عندنا مستشفى ثلاث تلاتات، عندنا مقابل المدن دي كلها عندنا المدينة الصناعية، ثم المنصورة الجديدة. المنصورة الجديدة على امتداد 14 كيلو متر مربع، هتخدم بما يعادل بما يعني المستوعب لها هيتعدى 600 ألف مواطن هيسكنوا فيها، ودي نقلة كبيرة جدا للمحافظة الدقهلية، لأن لا يوجد ظهير صحراوي خاص لمحافظة الدقهلية. هتبقى هتخفف العبء الكبير على محافظة الدقهلية، لأن هي امتداد لمحافظة الدقهلية. فاحنا الخدمات اللي هتبقى متوفرة من المستشفيات اللي هي موجودة، المستشفيات ثلاث تلاتات ومستشفيات البطنة والمستشفيات اللي بتتعمل في المنطقة، انا بأكد ان المنطقة دي هتبقى منطقة استراتيجية ومنطقة كبيرة هتخفف الضغوط المرورية والازدحام الخاص بمحافظة الدقهلية. فانا بأكد ان احنا لابد من وضع خطط استراتيجية واضحة مع تنظيم وتنسيق لهذه المدينة التي سوف تحدث نقلة كبيرة خاصة في المجال الاستثماري والعقاري في على محافظة الدقهلية. مدينة المنصورة الجديدة احنا قلنا هتحدث نقلة نوعية في الاستثمار العقاري وخدمة مواطني خاصة الدقهلية، وانا بؤكد ان لابد ان المنصورة الجديدة تكون خاصة بمحافظة الدقهلية، لان محافظة الدقهلية زي ما احنا اتكلمنا ليس لها ظهير صحراوي وفيها تكدس سكاني كبير يعني يمثل عبء على محافظة الدقهلية، فيجب ان تكون الاولوية لابناء محافظة الدقهلية. الحاجة الثانية الاستراتيجية اللي هي يجب ان هي توضع، يجب ان تكون المدينة مدينة متكاملة الخدمات من تعليم ومن صحة ومن خدمات حتى ترفيهية، لأن المدينة المنصورة الجديدة بتقع على 14 كيلو من على البحر المتوسط، يعني هي مدينة سكنية وهتبقى مدينة ساحلية مدينة سياحية في نفس الوقت، لأن المدينة بتقع في موقع متميز واستراتيجي، لأن مقابل المنصورة الجديدة عندنا يوجد المدينة الصناعية. المدينة الصناعية فيها من يعني يخصص لها حوالي من 4000 مصنع، فيجب ان تسهيل الترخيصات والمصانع ديت حتى تخدم السكان بتاعة المنصورة الجديدة، ونستفيد من العمالة الخاصة بالمنصورة الجديدة للمنطقة الصناعية. لو في وضع الخطة التنفيذية والخطة الاستراتيجية لبناء مدينة متكاملة الخدمات، فأنا بؤكد ان هتنقل نقلة نوعية للمنصورة والمصر اجمل. عايزين الوقت حاليا المشاكل قبل 15 مايو، عايزين نبدأ زي ما وعدنا السيد الوزير الدكتور احمد الشعراوي ان هيبدأ في الخدمات الخاصة ب 15 مايو، خدمات تبقى متكاملة حتى نخفف العبء على المستثمرين والمواطنين اللي هم مستثمرين في مدينة 15 مايو. كمان عندنا في مشاكل خاصة بجمصة، عندنا مشكلتين من اكبر المشاكل، ان في قرار صدر بوقف التنازلات في الاراضي، ودي سبب عبء كبير على المواطنين، بحيث ان الوقت توقف جميع البناء وتوقف جميع الاعمال الخاصة ب 15 مايو. فانا بطالب السيد الوزير بفتح باب التنازلات مع وضع مدة محددة لتنفيذ، يعني فليكن مثلا سنتين، اللي مش هيبني في خلال سنتين تنسحب منه القطعة بتاعته حتى تكتمل ال 15 مايو، لان 15 مايو هي امتداد لمدينة جمصة السياحية،
وبتخدم شريحة كبيرة برضو من المواطنين، لأن احنا عندنا 4200 قطعة سكنية، فلو هتخدم هتبقى امتداد لجمصة وامتداد للمنصورة الجديدة وامتداد لمدينة الشيخ زايد، فاحنا هيبقى المنطقة اذا كملت الخدمات كلها هتبقى المنطقة صرح كبير جدا. بنطالب السيد المحافظ بحاجتين، التنازل بوقف العمل بالتنازل ووقف العمل بالتوكيلات، لان مسببة مشاكل كتيرة خاصة للمواطنين والمستثمرين خاصة في جمصة و15 مايو. مما لا شك فيه ان الخدمات لسه مش الخدمات اللي هو يأمل فيها المواطن والمستثمر في مدينة جمصة، لسه الخدمات لم تصل الى الحد اللي يرضي المواطن ان الخدمات موجودة. لكن رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا مع بعض لقائنا مع المهندس وفيق البيلي احد المستثمرين العقاريين بمصيف جمصة، واللي في حياة اكد على انه يعني إذا أردنا ربط مصالح الناس بمدينة المنصورة القديمة عاصمة محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة الجديدة، النهوض بالمنطقة الصناعية بجمصة التي تبعد أمتار عن المنصورة الجديدة لتوفير فرص عمل هناك للأهالي ويعني نقل مصالح الناس إلى المنطقة. في الحقيقة كان له مطلب آخر على هامش زيارتنا ولقائنا معاه بمصيف جمصة ورسالته للدكتور أحمد الشعراوي بوقف العمل بمسألة التنازلات. مشاهدينا وإحنا في مدينة جمصة كان لنا لقاء آخر مع أحد المستثمرين العقاريين اللي في الحقيقة يعني استغرب جدا من قرار وزير الإسكان بعدم تخصيص قطع من الأراضي داخل مدينة المنصورة الجديدة اسوة بجميع المدن العمرانية زي دمياط وبعض المحافظات. يعني في لقائنا معاه قلنا له ان الوزير رفض عدم التخصيص حتى لا يفتح الباب امام التسقيع زي ما حصل في منطقة 15 مايو، لكنه قال انه في حالة تسليمنا الاراضي مكتملة المرافق وزي ما حصل في بعض المدن الاخرى زي دمياط وتحت اشراف رقابي، في الحقيقة هناك يعني هنا هيكون في حالة التزام. تعالوا نشوف مشاهدينا مع بعض لقائنا مع المهندس عبدين يونس رئيس مجلس إدارة شركة ابن الديار ونرجع لكم تاني. والله مدينة المنصورة الجديدة اللاندسكيب بتاعها اللي نازل من أجمل وأحسن لاندسكيب نزل لحتى وقتنا هذا، إنما اللي فكر في اللاندسكيب راجل مخطط عالم جليل وكل حاجة، بس اللي نازل كتخصيص من الدولة للارض الكلام ده كله كلام مش مظبوط، لان احنا ابناء محافظه الدقهليه تمشيا مع المحافظات السابقه كل محافظه بتطرح مشروع ابناء المحافظه بيستفيدوا منه، احنا كابناء محافظه ولا استفدنا منه او كمستثمرين مش مستفيدين منه، ان شرط الهديه جايه الدوله هي المستفيده بيها، عائد الهديه للدوله على مدى السنين 20 سنه قدام. طب ما انا ممكن ان انا استفيد من الهديه في وقت فوري وتدخل اموال طائله للحكومه خلال شهر او شهرين بحيث انها تغير في ميزانيه المحافظه. ازاي؟ القطع اللي نزلت تمشيا مع السياسه بتاعتها، القطع اللي نزلت كشقق تمليك، شقه التمليك هسددها خلال 20 سنه او هسددها خلال سنوات قادمه، مدتها هم حاسبينها احنا مش عارفينها لان احنا ما نعرفش حاجه عنها. انما الوقت لو انا طرحت المساحه اللي نازله في قطع نازلة في مدينة جمصة نفسها، لأن البداية والنهاية جمصة هي اللي جمعت الناس دي كلها تتواجد فيها، هي اللي عملت المستشفى ثلاث تلاتات، هي اللي عملت الطاقة الشمسية، هي اللي عملت وحدة المرور، هي اللي عملت 15 مايو، بحيث إن هي منفذ جميل لمحافظة الدقهلية. القطع اللي نزلت لو اتباعت قطع حق انتفاع زي ما هي موجودة، على الرغم إن حق انتفاع لا يعطي الأحقية للتمليك، لو نزلت اللي هي قطع وتتباع بمزاد بمبالغ هتخش خزينة الدولة خلال شهر وهيستفيدوا وهيبقى في شروط وفي رقابة وفي جهاز إداري يشرف على المباني ونفس اللاندسكيب يتنفذ. إنما أنت الوقت بتنفذ اللاندسكيب وبتعمله شقق على مدى كام سنة يتشطب، على مدى كام سنة يتبني، على مدى كام سنة يتسدد للدولة. عندك على سبيل المثال دمياط الجديدة نجحت 100%، بس أبناء المحافظة استفادوا
ونزل تخصيص قطع ونزل تخصيص شقق سكنيه في البدايه والنهايه ابناء المحافظه، احنا محرومين منها، احنا مش مستفيدين منها، احنا كبس بمنتسبه لينا. خلينا نتطرق لجمصة وشكل الخدمات فيها وتحديدا منطقة 15 مايو. ما فيش فيها اي خدمات نهائي، واحنا نشد اكتر من مرة وطلبنا اكتر من مرة اي خدمات في مدينة 15 مايو معدومة. خط المجاري اللي موجود مقفول ومردوم، شبكة الصرف بتاعته ما فيش شبكة صرف، شبكة المية مش موجودة، كل اللي بيبني الوقت بيعمل غرف تفتيش وبيارات تحت البيت، ما فيش اي خدمات في 15 مايو. حضراتكم امبارح ومجموعه من المستثمرين اكيد جمعكم لقاء بالسيد وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولي، اكيد طرحتوا عليه بعض المشاكل التي تتعلق ب 15 مايو، قول لنا رد الفعل كان عامل ازاي امبارح؟ والله سعاده الوزير مشكور مستجيب لكل شيء وسجل كل شيء احنا قلناه، واحنا بنتمنى اللي هو يبص له بعين الرحمه ويتم التنفيذ. بس مش اكتر من كده. والله عشان ننهض باي منشأ او اي منتج لابد يكون في فكر اداره. خرابه اسمها جمصه او 15 مايو. في الحقيقه انا استغربت جدا في لقائنا مع الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهليه لما قال انه يعني هيمد قطار كهربائي يربط بين عاصمه الدقهليه مدينه المنصوره القديمه ومدينه المنصوره الجديده. طب امال فين نظراتنا واهتمامنا بجمصه؟ طب الاولى ان احنا نهتم بالخرابه. الخرابه اللي في الحقيقه يعني منعدمه الخدمات زي ما حضراتكم شفتم في التقرير غرقانه بالصرف الصحي. في الحقيقه واحنا هناك في زيارتنا لمدينه جمصه يعني يمكن سلطنا الضوء على مشكله تتعلق بشارع اسمه شارع الشباب. شارع الشباب ده في ميدان يعني بيطل عليه اربع اتجاهات مختلفه، حركه المرور هناك جدا بتسير بشكل عشوائي بدون اي ضابط او ربط. يمكن بعض المستثمرين عرضوا على رئيس مجلس المدينة اكتر من مرة اقامة وانشاء ميدان على نفقتهم الخاصة لكنه في الحقيقة كان بيرفض. وانا بستغرب جدا برغم وقوع الحوادث او عشرات الحوادث يوميا، يمكن اخرها وقت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان لما اصطدمت سيارة تابعة للمجلس المحلي بتوك توك في الميدان واسفرت عن اصابة سائق توك توك زي ما انتم شايفين كده مشاهدينا. دي بعض الصور الميدان، وكمان معانا يا ريت احمد امين يجيبها لنا صورة اصطدام عربية المجلس، عربية مجلس المدينة بالتوك توك اللي التقطت في الحقيقة من كاميرا من كاميرات المحلات الواقعة على المحلات زي ما انتم شايفين الصورة التوك توك اهو وعربيه المجلس المحلي. مش بس الحادثه دي، ده يوميا بتحصل هناك عشرات الحوادث. واحنا مشاهدينا يمكن يعني في زيارتنا هناك عرفنا ان من اسبوعين تحديدا اسره قادمه من محافظه القاهره لمصيف جمصه تعرض طفل من اطفال هذه الاسره وهو شهاب في سن السبع سنوات لبتر ذراعه الأيمن نتيجة تعرضه لحادث في نفس الميدان. في الحقيقة يمكن التقينا هناك بعدد من المستثمرين الموجودين بالميدان وأكدهم إن هم عرضوا أكتر من مرة على رئيس مجلس مدينة جمصة بناء ميدان على نفقتهم الخاصة لتنظيم العملية المرورية لكن دون جدوى. طيب عموما مشاهدينا خلونا ناخد اتصال من والدة الطفل شهاب، بنقول الو. الو السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ طمنينا الاول على صحة شهاب، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن، الحمد لله رب العالمين. طبعا مشاهدينا دي صورة شهاب اللي قدامكم على الشاشة، ده قبل الحادث ودي بعد. اتفضل يا فندم. سامعك اتفضلي. هي حاسه شهاب، احنا زي ما حضرتك قلت كنا جايين من القاهره لكن مصيف عندكم في او في جمصه حاجه السوبر جيت. تمام. ما لقاش اي وسيله انتقال. تمام. غير التوك توك. ركب توك توك 11 حضرتك معايا. ايه اللي حصل يا فندم؟ احكي لنا ايه اللي حصل وانت في مدينه جمصه في الميدان ده، ايه اللي حصل؟ حادثه وقعت ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك احنا مجرد ما اتحركنا في المكان اللي حضرتك كنت عارض فيه الفيديو من شويه، مكان التصوير. تمام. حضرتك الولد كان راكب التوك توك مع والده،
التوك توك الطفل اللي بيسوق التوك توك طفل عنده 11 سنه سايق باقصى سرعه 11 سنه بياخد ملح تمام. جه توك توك تاني ولد شاب صغير برضه خبطوا في بعض التوك توك حضرتك اتقلب الولد ابني وقع التوك توك بتقله وقع عليه اتقطع دراعه دراعه اليمين حضرتك حضرتك اقمتي او تواصلتي مع المسؤولين في مدينه جمصه بشان هذا الحادث ولا لا؟ لا ما تواصلتش مع حد حضرتك انا ما تواصلتش مع حد انا كان همي انقذ حياه ابني اللي كان بين الحياه والموت. يعني احنا النهارده قضينا في الحقيقه على مستقبل طفل مشاهدينا نتيجه استمرار حاله الاهمال والتراخي واللامبالاه ب او بمصيف جمصه اللي اتكلمنا عنه على مدار سنوات. النهارده يا فندم عايزينك توجهي رساله لمحافظ الدقهليه بتقول له ايه في هذه الرساله؟ ايوه يا فندم انا مع حضرتك. رسالتنا النهارده لمحافظ الدقهليه الدكتور احمد الشعراوي بتقول له ايه؟ والله اول حاجه بقول له ازاي حضرتك كمحافظ لمكان زي كده المكان ماشي بتكاتك مفيش ترفيس محترم مفيش تاكسي محترم انا ما لقيتش وسيله توديني للمكان اللي انا رايحاه غير التوك توك. ابني اتقطع دراعه ابني عنده 7 سنين اتقطع دراعه رحت حضرتك مصر المستشفى جمصة مستشفى غير مؤهلة اطلاقا يا دوب عملوا اسعافات اولية للولد بربط دراعه لان الولد لما وقع تم فصل دراعه نهائيا الولد قام شكرا يا فندم شكرا يا فندم شكرا بنشكر حضرتك جدا الرسالة وصلت ويمكن بنطلب من الكنترول الاتصال او التواصل مع الدكتور احمد الشعراوي محافظ دقهلية عشان يرد لنا على مثل هذه الحالات. طيب مشاهدينا زي ما انتم شفتوا مع بعض او شفنا مع بعض ضحيه في جمصه يمكن مستقبل هذا الطفل ضاع نتيجه حاله الاهمال والتراخي التي تشهدها المدينه على مدار سنوات. رغم تعاقب المحافظين عليها ورغم ان كل محافظ بيجي يوعد ويقول تصريحات زي الفل عن تطوير المدينه لكن لا زالت المدينه محلك سر. طيب مشاهدينا هنروح لزياره جديده على طريق المنصوره جمصه واللي في الحقيقه اكد ضيفنا في هذا اللقاء على تهالك يعني خدمات الطريق الذي يربط بين مدينه المنصوره ومصيف جمصه. تعالوا نشوفه في لقائنا قال ايه ونرجع تاني. المنصوره الجديده دي هتعمل رواج للمنطقه كلها طبعا اي مجهودات تبذل هناك ومع التسريع المجهود ده شويه هيخلي البلد كلها تنتعش وكل الدنيا هتقوم مع بعضها يعني منصوره هتحيي الدنيا في جمصه هتحيي الدنيا في دمياط جنبينا برضو الامور كلها هتبقى مساعده اكيد وعامل مساعد لنا ولاصحاب المصالح وللمصطفين برضو اللي هيجوا اكيد في خدمات زياده تتحقق ومتطلبات الناس كلها هتبقى موجوده. عاوز بقى يعني يبقى في خدمات اكثر شويه يبقى في اهتمام شويه بالمصطفى اللي بيجي يعني المنصوره الجديده متهيألي هيبقى فيها هتبدا كبيره مش هتبدا صغيره فده على علمنا يعني ان احنا اللي احنا عرفناه فربنا يسهل ان شاء الله يحاول المصطفى لما يجي المنصوره الجديده يحس ان في فرق بين المنصوره الجديده وبين اي مصيف راح. جمصه يعني الامور يعني كل سنه احسن من اللي قبلها بس الخدمات برضو محتاجات زياده شويه المصطفين يعني متعودين الزملاء بيجي جمصه بيحب جمصه ما بيغيرهاش متعود على البلد بسيطه العيشه سهله هناك ما فيش يعني المصطفى اللي هو المتوسط. اول حاجه الحدائق والمتنزهات كلها محتاجه تطوير شامل يعني ما فيش حديقه في جمصه اسمها حديقه كلمه حديقه دي ما ده اول حاجه. ثاني حاجه الشارع العمومي بتاع السوق الشارع ده محتاج تطوير شامل محتاج تطوير شامل الشارع دوت طبعا يعني في مساله الصرف ومساله الرصف والخدمات فيه في الاناره وكده كل ده محتاجه شارع السوق. ثالث حاجه موضوع الباعة الجائلين لازم نشوف لهم حل برضو عشان اصحاب المحلات اللي بيأجروا المحلات بالشيء الفلاني في جمصه بتيجي تبص تلاقي باعة جائلين واقفين قدام المحل لازم نشوف لهم مكان يقفوا فيه برضو ما نقطعش برزقهم برضو الناس دي من زمان موجود. اكيد المنصوره الجديده طبعا محتاجه شبكه طرق حواليها تغذي المنصوره الجديده لان المنصوره الجديده احنا محتاجينها تبقى رقم واحد في المنطقه هنا فمحتاجه شبكه طرق على اعلى مستوى. انا سامع ان الطريق ده اولا طريق ضيق خالص يعني للفردتين طريق كل فرده مثلا تيجي تبص تلاقي كل فرده فيها اتجاه عربيتين جنب بعض
لا محتاج الطريق ده يوسع شويه، محتاج الاضاءه فيه يبقى فيه اهتمام شويه. الطريق من بعد بالقاس لغايه المنصوره الطريق ده متهالك، محتاج تطوير شمالي. الطريق ده اول مره الارض دي كانت ارض زراعيه وتعمل عليها طريق، فاول مره يتعمل عليها طريق، فالطريق بدا حصل فيه منحنيات. المنحنيات دي كلها محتاجه كحت واعاده رسم جديد مع توسعه الطريق من اول المنصوره لغايه هنا، اعاده تحسين خدمات الطريق مره ثانيه، اعاده تحسين وغير كده كمان نتعمل كباري علويه ومداخل للبلاد القرى اللي على الطريق، لان طبعا كل قريه هنا عامله قدامها مطب. ده طبعا لازم ده طريق سريع، المفروض الامور يعني لازم مهندس. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وزي ما نوهنا في بداية الحلقة انه هيكون معنا خبر صار وسعيد عن الصناعة، وهي بداية وانطلاق تصنيع الابلكاش الروسي بمحافظة دمياط. صحيح قلنا ان في شوية مشاكل بتواجه القائم او صاحب هذه التجربة، لكن مع الوقت ومع تسليط الانظار والضوء عليها هنقدر نزيل هذه العقبات حتى نفتح الباب امام مصانع اخرى، وبالتالي توفير ملايين الدولارات على الدولة. مشاهدينا خلونا النهاردة نرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد سعيد صاحب هذه التجربة. منورنا باشمهندس. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك باشمهندس. احكي لنا في البداية بقى، يعني أنت أكيد خبرتك بالمسألة ستسبق مسألة التصنيع، كلمنا علاقتك بالمسألة بدأت من إمتى وإزاي؟ هو احنا من سنة 2001 احنا كنا بنستورد منتج اسمه قشرة الأخشاب. فضلنا نشتغل فيها فتره طويله استيراد بس مش اكتر يعني.
وفي فترة من فترات سنة 2011 فكرنا نعملها تصنيع في مصر، فعملنا أول مصنع بيصنع القشرة في مصر كلها وفي الشرق الأوسط كمان. يعني ده على مستوى الشرق الأوسط مش مصر؟ على مستوى الشرق الأوسط. مفيش في الشرق الأوسط كله مصانع قشرة غيرنا احنا، قشرة وقبل كاش. ففكرنا في المشروع، بدأناه صغير وكبرناه واحدة واحدة، أنا وأستاذ أسامة أخويا. كان فكرت فيه من نابع يعني وطني، خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى مسألة التصنيع، ولا شفت إن التصنيع أفيد من الاستيراد؟ يعني شفتها إزاي؟ لا، وإحنا كنا طول عمرنا في نفسنا يبقى في عندنا هنا الموضوع إن أنت تصنع حاجة، يعني يبقى في عندنا حاجة اسمها تصنيع. إحنا كنا لحد من قريب جدا، مثلا من 5 6 سنين، كان مفيش حاجة اسمها ما تستوردش. فإحنا كنا بنفكر ده بالنسبة لمجال شغلنا إحنا، فكنا بنفكر إن مجال الشغل اللي إحنا بنشتغل فيه يبقى فيه حاجة موجودة بتتعمل هنا، ما يبقاش كله جاي من بره وخلاص. يعني أنا عرفت من حضرتك قبل التصوير، يمكن أنت ما اقتصرتش على تصنيع الأبلكاش الروسي بس، يعني المسألة امتدت لتصنيع أخشاب أخرى زي الخشب الكوري على ما أعتقد. هو أنا أول ما عملت المصنع بتاع الأبلكاش بدأت أصنع الأبلكاش الكوري، بس إحنا في عندنا كمان مشكلة تانية، إن الأبلكاش الكوري في منه الصيني. بمعنى؟ يعني كوريا بتعمل منتج ابلكاش بمقاسات معينه بشكل معين، فاللي بيعملهم بعديه الصين، فطبعا حضرتك عارف الصين اي حاجه بتيجي منها بتبقى جايه ببلاش يعني. فلما احنا جينا نصنعها هنا التكلفه طلعت اعلى من ان احنا نتكلم في الشغل الصيني يعني. فلما الزبون لما حد بيجي ياخد منك حاجه يعني بيقارن السعر، لا ده بكذا وده بكذا، فطبعا هو الراجل بيبقى عايز الحاجه الاوفر يعني. هل ابتعدت عن المنتج الكوري واكتفيت بالروسي بس ولا المساله؟ هو انا حاليا شغال في الروسي بس، لان الكوري لو انا النهارده بضارب في الشغل الكوري فانا مفيش مشكله عندي. لو انا سايب اعمل اللوح ب 100 جنيه فهو الكوري بتاعه مثلا ب 110، لكن انا المشكله ان انا لو بعمل اللوح ب 100 جنيه والكوري ب 110 في الصيني بتاعه ب 70، فطبعا الفرق شاسع. اكيد تصنيع الابلكاش الروسي على الارض المصريه بالنسبه لنا يمثل نقله كبيره بالنسبه لصناعه الاساس بشكل عام، وخاصه محافظه دمياط اللي بتعتمد بشكل كامل على هذه الصناعه. في حاله الاستمرار وفتح الكثير او المزيد من المصانع في هذه المساله، هنقدر نوفر على الدوله قد ايه تقريبا؟ بص حضرتك هقول لك على حاجه، واحنا لو ما اتكلمناش في توفير فلوس، وانت كده طبعا هتوفر فلوس وهتوفر كتير، بس انت لو ما اتكلمتش في توفير فلوس، خلينا لو احنا النهارده بنستورد ابلكاش نفترض ب 100 جنيه فاحنا هنستورد شجر ب 50، تمام؟ بس الحاجه الاحسن من انك هتوفر، انت تحسب علشان تعمل المنتج ده انت هتشغل كام عامل؟ انت النهارده انا عندي مصنع فيه نفترض مثلا كام عامل تقريبا عندك في المصنع؟ يعني انا عندي حاليا تقريبا 50 عامل بالنهار وتقريبا 30 عامل بالليل، وانا عندي خط انتاج واحد. انت في عندك ناس في البلد ممكن تعمل مصانع قد اللي انا عاملها دي 50 مره يعني. انا بادئ صغير برضه، انا بادئ بخط انتاج واحد ويعتبر حاجه. قلت لنا ان انت بتواجهك مشاكل كتير هنتطرق اليها بعد شويه، لكن خلينا الاول نعرف. انا بقول لحضرتك يعني لو بتتكلم في مصانع انا ممكن مصنع يفتح زي اللي انا فاتحه ده، لو حد فتح مصنع بكذا خط انتاج يعني ممكن يشغل 200 300 عامل. فلو 200 300 عامل في 1000 مصنع تبقى انت شغلت رقم كويس. المشاكل اللي قابلتك يعني كان شكلها ازاي؟ ايه اهم المشاكل اللي قابلتك لما بدات تصنع؟ هو احنا اهم مشكله قابلتني ان انا لما جيت افكر في لما عملت دراسه جدوى للمشروع ده كابلكاش، القشره احنا كده كنا عاملينها من قبلها، فلما فكرت في موضوع الابلكاش فكرت فيه، واحنا كان عندنا حاجه اسمها ضريبه مبيعات. ضريبه المبيعات دي كنت اي مصنع بيدفع 5% على اي حاجه هو بيستوردها، لان انت بتستورد متطلبات انتاج، واي مستورد بيستورد منتج نهائي بيدفع 10% المضافه. لا، انا عملت المشروع، فكرت في المشروع بتاعي واحنا قبل القيمه المضافه. يعني انا لما حسبت حساباتي لما حسبت حساباتي كنت حاسبها ان انا هدفع 5% ضريبه 5% ضريبه مبيعات، تمام؟ بعد ما بلعت يعني انا وانا بفتح المشروع وانا المكان جاي لي في الطريق بمعنى صح، كان الموضوع اتغير ان انت بدل ما خلاص بقى ما عادش عندك حاجه اسمها ضريبه مبيعات وبقى في حاجه اسمها القيمه المضافه. القيمه المضافه دي طبعا عملت مع الصناعيين كارثه، ومش على قد شغلنا بس يعني. احنا لو حسبناها اي حاجه في الدنيا موجوده عندنا هنا بتصنع في مصر في بيجي منها المستورد. انت النهارده زودت عليا انا كمصنع من 5% ل 14، وزودت على المستورد من 10% ل 14، انت زودت عليه هو 4% وزودت عليا انا 9%. هو في الاخر انت شايف ان في مساواه بين المصنع والمستورد، وده ما يصحش في حاله تشجيع الدوله للمصنعين. هو انت لو عايز تشجع الصناعه يبقى ما ينفعش الحسبه تبقى كده يعني. احنا طبعا عارفين ان الحكومه ما بتعملش حاجه غلط، وعارفين ان الفكر بتاع الحكومه اللي ماسكانا دلوقتي كله لصالح البلد، بس هو في نقطه غايبه بس. هو اكيد هو نقدنا النهارده مش نقد هدام يعني، هو نقد من اجل البناء ومن اجل تشجيع نماذج اخرى يعني. هو مش هدام، لان احنا مع الحكومه قلبا وقالبا يعني.
تمام. بس هو بس في نقطه غايبه، ان ما ينفعش النهارده لو انت بتصنع حاجه ايا كانت، يعني ايا كان الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها، لازم تبقى عارف دي لما بتيجي النهارده بتتكلف كام من بره، وانت لما تصنعها هنا تتكلف كام. زي ما انا كده لما جيت احسب عشان اعمل مصنع، حسبت اللوح اللي انا هعمله ده هيتكلف كام معايا هنا، وهو بيجي من بره بكام. استاذ محمد خلينا نتكلم شويه بالارقام. تمام. يعني والعبء الذي تمثله القيمه المضافه على صناعه الابلكاش. تمام. بص حضرتك، هو انا اول ما فتحت المصنع اول شهرين بس، يعني انا اشتغلت شهرين بس على النظام القديم. كنت وسياده محافظ دمياط على فكره عمل لنا زياره وشاف الكلام ده، كان عندنا معرض في مدينه راس البر، وشاف اللي انا اقوله لحضرتك ده. واحنا كنا اشتغلنا شهرين واحنا لسه في ضريبه المبيعات، كان اللوح اللي بيجي من روسيا بتكلف حوالي او بيتباع حوالي ب 62 جنيه، واحنا كان اللوح بتاعنا ب 48. يعني كان في فرق شاسع بين اللوح ده وبين اللوح ده، مش رقم صغير يعني. تمام. بعد القيمه المضافه انت ما عادش عندك اي فرق بين اللوح المستورد واللوح المصري اكتر من 2 3 جنيه. و 2 3 جنيه طبعا مع حضرتك عارف معاوضه الخواجه ما يعملوش حاجه. وطبعا الاعباء على المستورد اقل بكتير من المصنع. هو بالنسبه للاعباء انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا النهارده لما جينا نتكلم في موضوع القيمه المضافه، خلاص اوكي مفيش مشكله، احنا عملنا القيمه المضافه وبقينا احنا بندفع 14% وهو 14%. تمام. خلاص اوكي. طب احنا لو هنتكلم بالارقام زي ما حضرتك بتتكلم، انا النهارده لو انا بجيب متر، انا هقول لك ارقام مش اتفضل اتفضل اتفضل. لو انا بستورد متر شجر مثلا ب 150 دولار. تمام. تمام. وانا اولا بستورد باليورو مش بالدولار. تمام. لو انا بستورد ب 150 دولار وجبت الشجر بتاعي وطلعت منه 60% او 65% حتى كمان، يطلع معايا منتج سليم. تمام. فانت النهارده هتحسب ال 14% اللي انا دفعتهم على ال 150 دولار. وبعدين احنا في عندنا كمان مشكله ثانيه، انت مش بتتحاسب على مبيعات، انت بتتحاسب على الفاتوره اللي انت شاري بيها، اللي جاي من بره. يعني انا النهارده جايب الفاتوره دي فيها مثلا 100 متر شجر ب 150 دولار. تمام. فانت الضرايب بتحاسبك ازاي؟ بتقول لك طيب دول مثلا 10000 دولار نفترض، يعني اضربهم في 120% وحاسبني على 14%. يعني هو بيحط لك ربحك وبيحاسبك على ربحك قبل ما انت تشتغل اساسا. طب انت ما تعرفش ان انا ممكن يجي لي رساله بايظه، ما تعرفش ان انا وانا بنزل شجر ممكن شجره تتكسر النص خلاص اترمت. انت قلت لي كمان اللي بيبقى فيه نسبه هوالك طالعه من المنتج. الهوالك ده رسمي، احنا كده كده الاساسي عندنا 60%. يعني انت لو جايب 60% هالك ولا لا؟ 60% شغل. 60% شغل. يعني 40% هالك ما بيتمش الاستفاده منهم. ما بيتمش فيهم استفاده. اللي هو الشجره من بره على ما بتتنضف علشان تبدا تدخل تطلع شغل. ممكن حضرتك شفت الكلام ده في المصنع. وبعد كده القلب بتاع الشجره ده برده مش بيطلع شغل، ده جزء من الشجره كده بيطلع يترمى، والتنظيف اللي بره فده ده مفيش افكار نقدر من خلالها نستفيد بالهالك مثلا بحيث يعوض الفارق ولا لا؟ هي المفروض ان في مصانع بتاعه شغل معين، يعني الهالك اللي بيطلع من عندها ده المفروض ان هو بيبقى ليه مفارم بيدخل فرامات وحاجات كده، وبتعمل مصنع ام دي اف. بس ده انا ما اقدرلوش لانه محتاج ارقام كبيره شويه، واحنا برضو لسه مش هل طرحت وجهه النظر المتعلقه بارتفاع القيمه المضافه على منتجك على بعض المسؤولين في هيئه الاستثمار وكذا ولا ما طرحتش المساله؟ بص حضرتك، هو انا ما عرفتش اوصل لحد، واحنا انت عارف برضو الموضوع ان انت توصل لحد وانت مصنع صغير مش سهله يعني. بس انا اتكلمت عموما مع الاستاذ ضياء عضو مجلس الشعب عندنا. تمام. وكان كل موضوع ان هو ممكن يشوف لي حته ارض في مدينه دمياط للاساس، دي ما كانتش المشكله بالنسبه لي طبعا. واتكلمت مع الاستاذه غاده صقر وخليتي معاها القاهره ورحنا تقريبا قابلنا، بس انا مش فاكر مين بصراحه، بس ما اتكلمش معانا اصلا يعني. ما قطعه ارض يعني، هل انت برضه لازلت بتبحث عن توسعات في المصنع؟ يعني دي بتقابلك كمشكله ثانيه ولا بص حضرتك، موضوع قطعه الارض انا اتكلمت فيها مع سياده محافظ دمياط، قلت له ان انا النهارده بدفع ايجار مصنع، يعني انا عندي المصنع اللي مستأجر. انا اخده ده انا مستاجر مش مالك مصنع، فالايجار اللي انا بدفعه مش رقم قليل يعني. فانا اتكلمت مع سياده محافظ قلت له عايزين ارض نعمل عليها مصنع، وخد مني فلوس، انا مش بقول لك اديني ارض كده يعني، انا مش عايز حاجه ببلاش. بس انا النهارده لو انا بدفع 10000 5000 1000 ايا كان الرقم اللي انا بدفعه للي انا ماجر منه، خدهم انت مني كدوله. خليني هنا اسال بصراحه، هل توجهت لجهاز تعمير بمحافظه دمياط طلبت قطعه من الارض لتشجيع حاله زي حضرتك مثلا، حاله قائمه او اتحولت من الاستيراد الى التصنيع، طلبت منهم ارض؟ هو احنا ما عندناش اراضي في جهاز التعمير علشان يديك. مفيش يعني. لا لا لا، احنا المصانع اللي عندنا كلها متباعه، ويعني يعتبر 90% منها مقفول. يعني مقفول غير منتفع بيها؟ لا لا، يعني قلنا نقول مثلا 30% منها متاجر و20% منها اصحابهم مشغلينهم و50% مقفولين. يعني غير منتفع بيها طبعا؟ اه مقفوله. غير منتفع بيها ومفيش اي حاله من حالات الرقابه او المتابعه من قبل جهاز التعمير او هي دي مشكله من ضمن المشاكل اللي عندنا، ان انت المفروض ان انت النهارده لما بتروح تاخد قطعه ارض من الجهاز، تاخد ارض المفروض من الدوله بتديها لك ببلاش علشان تعمل مصنع.
فالمفروض ان انت بيبقى في عندك بند ان انت لو ما اشتغلتش المصنع ده، لو ما عملتليش رخصه صناعيه في خلال مده كذا، انا بسحب منك المصنع تاني. طبعا الكلام ده بيتم، مش ما بيحصلش، المصانع كتير مقفوله علشان كان جايبها برقم وهيبيعها برقم تاني. استاذ محمد هنستكمل كلامنا، لكن الاول خلينا ناخد اتصال هاتفي من الاستاذ اسامه. بنقول الو. الو الو استاذ اسامه. الو الو استاذ اسامه، صباح حضرتك، اتفضل. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. هو انا كنت عايز اتكلم في نفس الموضوع اللي اتكلم فيه محمد. اتفضل، سامعين حضرتك. بخصوص القيمه المضافه. اتفضل. يمكن الاستاذ محمد فهمك ان احنا كنا الاول بندفع 5% واللي بيستورد بيدفع 10%. خليني بس اسال حضرتك الاول، انت مصنع ولا مستورد؟ انا مصنع، مصنع عيشه كمان في نفس. مصنع. تمام يا فندم، اتفضل. تمام. فاحنا كنا بندفع 5% والمستورد حتى في المجال بتاعنا بره الابلكاش كمان، يعني احنا بننتج قشره اخشاب. تمام. والمستورد بيدفع 10%. تمام. دي كانت ايام ضريبه المبيعات. تمام. فرجع قال لك في قيمه مضافه جايه. ماشي، القيمه المضافه كام؟ قال 13%. سواء انا كصناعي كبستورد مستلزمات انتاج، سواء انا بال استاذ اسامه استاذن حضرتك تقف في مكان فيه شبكه بس. ايوه كده كويس؟ تمام يا فندم، سامعك، اتفضل. فهو كده سواء انا بالمستورد. رجعنا قالوا في حاجه ثانيه هتبقى هيزود كمان 1%. تمام. فجاء زود 1% عليا وزود 1% على المستورد، بينا هندفع 14% والمستورد بيدفع 14%. يبقى كده المستورد زاد عليه 1%. وفي نفس التوقيت ده انا زاد عليا السولار، وزاد عليا الكهرباء، وزاد عليا النقل، كل حاجه زادت. فاحنا عايزين، احنا عايزين حد يفهم. انت تقصد هنا ان في حاله مساواه بين المصنع على ارض الواقع وبين المستورد، في حين او في ظل عدم وجود اعباء على المستورد تساوي نفس الاعباء التي تقع على كاهل المصنع. حضرتك هو كده ما ثوانيش، هو خلى كده اعلى مني. بقول لحضرتك كنا 13% و 13%، هو زاد 1% جديد الشهر اللي فات ب 14% و 14%. تمام. نفس التوقيت ده انا زاد عليا الجاز، زاد عليا زاد عليا الجاز، زاد عليا الكهرباء. طبعا انت عارف المحروقات دي بتزود علينا النقل والعمال زادت. انت زودت المستورد 1% وزودت لنا اكثر من 30 40%. طب احنا نشتغل ازاي؟ يعني انا عايز افهم اللي بيحط القوانين دي، او مش لازم هو في الاول يفكر الناس تشتغل ازاي عشان يبقى عندنا صناعه في مصر، ولا هي او اي حد بيتكلم وخلاص. شكرا، بشكر حضرتك جدا يا استاذ اسامه. استاذ محمد، زي ما سمعنا برضو نفس الشكوى ونفس المشكله. تمام. من ارتفاع القيمه المضافه. تمام. يمكن انت قلت لي قبل التصوير لو فكرت جديا في غلق المصنع، ليه؟ بص حضرتك، انا هقول لك على حاجه. يعني احنا لما اتكلمنا في موضوع القيمه المضافه اللي اتكلمت مع حضرتك فيها، كنت انا لسه هتكلم مع حضرتك في النقطه اللي الاستاذ اسامه اتكلم فيها. دي ان انت النهارده بعد ما زودت القيمه المضافه خلاص مفيش مشكله، احنا هنحاول ان احنا نشتغل على الوضع اللي احنا فيه ونشوف الدنيا هتبقى ازاي. طب خلاص اوكي، انت في خلال السنه اللي فاتت دي زاد عليك سعر السولار زي ما الاستاذ اسامه قال، زاد عليك سعر الكهرباء، زاد عليك العمال، مفيش حاجه داخليه ما زادتش، ومفيش حاجه خارجيه زادت. يعني انت لو كنت السنه اللي فاتت بتاخد من المستورد ايا إن كان، انا مش بتكلم على ابلكيشن، انا بتكلم على المستورد بصفه عامه. لو انت السنه اللي فاتت كنت بتاخد من المستورد مثلا 100 جنيه على الحاجه اللي هو جايبها، فانت النهارده خليتهم ب 14 جنيه. تمام. طب انت كنت بتاخد مني انا بقى 5 جنيه اللي هي مكان ال 10% وال 5%، دلوقتي انت بتاخد مني كام مكان ال 5 جنيه؟ انت بتاخد منه كده دلوقتي 14 جنيه. لو انت جيت تحسبني انا هتلاقيني بتاخد مني حاليا ممكن حاجه و20 جنيه، في حين ان انت بتاخد منه 14 جنيه بس. 14 جنيه. لان هو ما عندوش سولار زاد، هو ما بيشغلش عمال، ما عندوش مكن فيه مشاكل، ما عندوش مواتير بتتحرق، ما عندوش كهرباء، ما عندوش حاجه خالص. هو كل الموضوع ان هو الكونتينر او البضاعه بتخرج له من المينا بتاعته، بينزلها في المخزن بتاعه، عنده عامل بكلارك وخلص الموضوع على كده. فهو بالنسبه له ما فيش عنده تكلفه. عنده تكلفه في ايه؟ انت النهارده بتتكلم بدل ما كنا بنجيب سولار نفترض ب 1000 جنيه في الاسبوع او في اليوم للمصنع، بقى ب 3000. لو كنت بتدفع في الشهر مثلا كهرباء للمصنع ب 13000، بقيت بتدفع 30000. كلمتني بالارقام حضرتك قبل كده وقلت لي يمكن عرضت على السيد محافظ دمياط دراسه جدوى تتعلق بفتح الباب امام مصانع اخرى لتصنيع الابلكاش الروسي. تمام. قلت تقريبا بالارقام هنوفر على الدوله قد ايه ومحتاجين مصانع قد ايه. هو احنا انا كنت بتكلم مع مستورد كبير عندنا في دمياط، انا ما اعرفش الارقام صح ولا غلط، بس هو تقريبا يعني قال لي ان احنا بنستورد في السنه ب 750 مليون دولار من روسيا، ابلكاش روسي من روسيا ب 750 مليون دولار. فاحنا النهارده لو جينا نحسب الشجر او الجذوع اللي ممكن يتعمل منها المنتج ده مش هيوصل للرقم ده. وبرده النقطه الثانيه اللي انا اتكلمت مع حضرتك فيها، ان خلينا حتى استوردنا لو احنا بنستورد ابلكاش خام ب 750 مليون دولار زي ما بيقولوا، يعني انا ما اعرفش الرقم مظبوط ولا لا،
بس احنا لو استوردنا جزوع مكان الابلكاش ب 750 دولار مليون دولار زي ما احنا بنستورده ابلكاش، احسب 750 مليون دولار انت تشتغل تحتيهم كام عامل، هتفتح كام مصنع وهتفتح كام بيت وهتعمل. قلت لي انك قدرت تغير خريطه او شكل التصنيع الابلكاش في 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 روسيا، يعني ايه اللي حصل نتيجه بدء التصنيع او بدء عمليه التصنيع في مصر؟ هقول لحضرتك، وانا اول ما فتحت المصنع زي ما قلت لك كان لسه يعني انا اشتغلت شهرين وضربت المبيعات موجوده، فكان الابلكاش اللي بينزل من روسيا هو تخانات، الابلكاش ده بيبقى تخانات طبعا. يعني فكانت التخان السماكه بتاعته 3 مللي، ده اللي طول عمر روسيا بتشتغل بيه، يعني احنا عمرنا ما جالنا من روسيا ابلكاش غير ال 3 مللي، ما فيش حاجه اسمها ابلكاش غير ال 3 مللي. فانا عملت ده واشتغلته وطلعته نفس المنتج ويمكن اجود شويه، لان احنا في عندنا حاجه في المصنع احنا بيجي لنا الجزع كامل على بعضه، فبيطلع منه المفروض ان هو بيطلع منه A B C تمام، ثلاث مستويات طبعا. فانا بالنسبه لي انا كمصنع في مصر انا بحط الثلاث مستويات، بحط الاي موجود والبي موجود والسي موجود، في روسيا مش بيعملوا كده، في روسيا بيصدروا لمصر السي بس، فانا كان المنتج عندي يعتبر اعلى شويه الارضق يعني هم هم بيجيبوا من طبعا. من هناك اللي هو الارضق الشغل النظيف اللي هو الحاجه النظيفه في الشجره او المنطقه النظيفه في الشجره الكويسه بتتباع بره هناك بارقام ثانيه خالص يعني. فعملت التملي واشتغلت فتره، وبعدين لما جه الاسعار اتغيرت، ف طبعا علشان برضه ما اقفلش المصنع فانا فكرت ان انا اخف السكنس بتاع اللوح شويه، فعملته 2.5. طبعا عندنا برضه يعني مستوردين في دمياط طيبين شويه يعني الحمد لله، فبدا ما يجي يقول لك طب انا هاخد منك، لا قام اخد الشغل بتاعك ده وقام طالع على طول على روسيا. حصلت معانا قبل كده في القشره على فكره من 6 سنين يعني. يعني انت النهارده بتصنع حاجه ف بدل ما المستورد اللي في بلدك يجي لك يقول لك طيب ابعت لي، وانا ما فيش مشكله عندي ان انا ابعت له، يقوم اخد قطعه من اللي انت عاملها دي عينه كده ويقوم طالع يجري على هناك اعمل لي زي بس. فروسيا حاليا بقت بتنزل اللوح 2.7 بدل ما كان اللوح بتاعهم 3 مللي بقى 2.7. استاذ محمد، رساله اخيره النهارده بنبعث بها الى هيئه الاستثمار في مصر ووزير الصناعه من خلال شاشه مصر البلد، بنقول لهم ايه في هذه الرساله؟ الرساله بس اللي انا عايز اقولها ان احنا عايزين نشجع البلد وعايزين نشجع الصناعه، زي ما السيادة الرئيس بتاعنا قال لنا ان احنا عايزين نشجع الصناعه وعايزين نشجع المصنعين، فاحنا ما فيش مشكله عندنا، احنا بنحاول ان احنا نشتغل، بس الرساله بس ان لازم يكون في تشجيع للصناعه، احنا كده ما فيش اي تشجيع للصناعه، عايزين بس يبقى يعني انت، انا قلت لحضرتك قبل كده لو بالارقام انت بتاخد مني 15% اوكي انا ما فيش عندي مشكله 15%، بس شوف انا بصنع ايه وشوف هيجي من بره بيتكلف ايه واعمل فرق بينه وبينه، عشان انا اعرف اشتغل، تعرف تخلي حد يشوف محمد اشتغل كان عنده خط انتاج بقوا اثنين بقوا ثلاثه، فيقول طب ما اعمل مصنع زيه، هتلاقي المصانع كتير فتحت، لكن احنا الوضع اللي احنا فيه. قلت لي تقريبا ان في بدات نماذج ثانيه تجيلك بتحاول يعني تفتح مصانع اخرى شبيها لهذا المصنع. في ناس بتتكلم معايا وفي ناس بيقولوا احنا ما فيش مشكله عندنا، انا قلت لحضرتك قبل كده ان احنا عايزين 3000 مصنع علشان نكفي البلد يعني. 3000 مصنع. فانا بالنسبه لي ان حد يفتح دي مش مشكله معايا يعني، انا ما فيش اي مشاكل ان حد يفتح، انا مصنع واحد بطلع بصفر على الشمال جنب الشغل اللي بيجي من بره يعني، فاحنا لو 3000 مصنع فاتحين هنبدا نتكلم بقى في ان احنا نضرب بعض. استاذ محمد انا عارف يعني يمكن الحديث عن هذه التجربه الرائده والرائعه في ان الواحد عايز حلقات وحلقات، لكن يمكن دي وقت الحلقه يعني بيخلينا نقول كلمه اخيره لجميع المصنعين في مصر، تقول لهم ايه؟ كلمة أخيرة يا جماعة المصنعين في مصر، احنا إن شاء الله الكلام ده لو هيوصل للمسؤولين إن شاء الله هيبقى فيها حل كويس، وكل واحد بيصنع حاجة إن شاء الله في يوم من الأيام الدنيا هتظبط معاه، وهيبقى في فرق بين المستورد وبين المنتج المحلي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله. بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك، شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، لكن قبل ما أنهي حلقتي عايز أتوجه بجزيل الشكر لفريق عمل البرنامج، الزملاء ناصر العجمي وأحمد سمير ولؤي الشناوي، وكمان مخرجنا المتألق أحمد أمين. مشاهدينا نرجو أن نكون قد أفدناكم، على أمل أن نلتقي بحضراتكم الأسبوع القادم إن شاء الله.